وفيها دعاء. مش هما ايه اللي ابوك جايبه فيه ده وجاي ده؟ انا مش فاهمه حاجه يا عنتر. نشوف خير يا حاج هاني. بص عنتر، دي الهدايا اللي انت جايبها لدعاء بنتي، وده راوتر الانترنت اللي انت جايبه عشان تكلمها طول الليل، وده الذهب يا عنتر الشبكه بتاعتك، وده اللابتوب اللي كانت طول الليل تكلمك عليه، وادي اللبس اللي انت كنت جايبه لي. طب ايه اللي حصل مني يا حاج هاني؟ طيب يا ابني بنتي مش هتنفعك. يا بابا، يا بابا اخر مره بالله عليك. يا بابا بالله عليك ايه؟ هو في ايه دعاء؟ ما فيش، هو بس بابا بس عشان متضايق مني شويه، فعايز شايف يعني ان هو كده. يا ابني اللي ما نرضاهوش على نفسي مش هنرضاه على عيال الناس. هو في ايه يا حاج هاني؟ في ايه؟ في حاجات ياما يا عنتر. المهم يا ابني احنا محترمين مع بعض، وانا بنحترمك، وانت ابوك الله يرحمه كان صاحبه وحبيبي، فانت يا ابني خد حاجتك عشان ما نظلمكش معايا ونظلم بنت الناس دي معاك. يا بابا بالله عليك. استنى يا عنتر. اصبر يا عنتر. طيب يعني انا مش فاهمه حاجه. اصبر يا بابا، اصبر هتكلم معاك الاول. عنتر انت ليك حاجه تانية؟ لا يا حاج يعني كل دي الحاجه اللي انا جايبها. طب انت كنت صارف عليها فلوس في فترة الخطوبة؟ لا يا حاج يعني كده خلاص، دي الحاجة كلها بتاعتي. احنا يا ابني الله يسهل لك الحال، لو زعلناك في حاجة يا عنتر يبقى حقك على راسنا ومن فوق، واحنا غلطانين لك في أي حاجة، واحنا برضو الحاجات دي لو فيها خسارة ليك أنا مستعد نشيل معاك. لا يا حاج يعني مفيش حاجة يا حاج، أنت راجل محترم. وأنت يا عنتر ربنا يديم المعروف. هو أنت يا عنتر هتسيبني كده؟ يعني هو أنت سمعت كلامه؟ يا بابا اهدى شوية. أنت مش هتنفعيه. الراجل ده محترم ومن عيلة محترمة. خد يا ابن حاجتك وتوكل على الله. معلش يا عنتر. مفيش نصيب يا حاج هاني. اللي انت والله يعني انا محجوج لك. مفيش نصيب يا حاج. وانتي حسابي معاكي بعدين. قبل ما امشي يا حاج مش هتقول لي ايه السبب يا حاج؟ والله يا عنتر السبب ده انا هحتفظ بيه لنفسي. انا يا ابني نسبي اني ما يشرفكش انت. معلش يا عمرو. اتفضل يا عمرو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ليه كده يا بابا؟ ليه كده؟ حرام عليك. عملت ليه كده؟ وازاي تقول له كده؟ بتتكلم كده على بنتك؟ لما كنت امبارح سألتك قلت لك انت بتكلمي مين؟ قلت لي بنكلم خطيبي. عنتر. فاكرة؟ امبارح؟ ايه يا محمد، ايه الاخبار؟ وانت كمان وحشتني قوي. بتكلمي مين يا دعاء؟ بتكلمي مين؟ انا بكلم عنتر يا بابا. بتكلمي عنتر؟ في حاجه ولا ايه؟ ايوه عنتر. ليه ما بنسمعش صوتك يا عم؟ ما انا كنت مفكرك هتكلم دعاء النهارده، ما كلمتهاش من يومين. طب تعالى لي بكره عنتر، في انتظارك يا حبيبي. يلا سلام. يا بابا افهم بس، اسمع. افتكرتي؟ يا بابا انا هقول لك الحقيقه. اتفضلي قولي الحقيقه. انا فعلا ما كنتش بكلم عنتر، انا كنت بكلم واحد اسمه محمد وهو بيحبني قوي يا بابا وانا بحبه. طب طالما بتحبيه اتصل بيه خليه يجي يخطبك. ما انا هتصل بيه وهقول له. اتصل بيه وافتح لي سبيكر. طب سيبني طب اتكلم معاه الاول. لا قدامي عشان نعرف انا صح ولا غلط. ايه يا محمد؟ ايه دعاء عامله ايه؟ الحمد لله تمام، انت عامل ايه؟ الحمد لله. محمد بقول لك ايه؟ قول يا دعاء. انا سبت عنتر وقلت لبابا عليك وبيقول ان هو موافق ان انت تيجي تخطبني. لا يا دعاء بقول لك ايه؟ قلت لبابا بقول لك ايه؟
احنا اللي بينا بصحوبية بس، مفيش بينا خطوبة. انا مش هنخطب واحدة كانت بتتكلم على خطيبة معايا. دعاء رخيص يرخص نفسه. هو بقى انت كنت بتكلمي على خطيبك وهو كان بيتسلى بيك، عمره ما هياخد واحده وهو عارف ان هي مخطوبه وبيكلمها بيتسلى بيك. كل واحد عنده مقدره يغلي نفسه ازاي ويرخص نفسه ازاي، وانت اخترت الرخيص. هل اللي عمله الاب ده صح ولا غلط؟ مستنيين كومنتاتكم وبلاش ترخصوا نفسكم، خليكم غاليين المؤنسات الغاليات. السلام عليكم.